مرحبا، هذا الفيديو حيكون عن الجوتس والكابراين. هدول السلايدات بإنتاج أدهم. هلا بدي أحكيكم هاي المادة حتتضمن سلايدات الدكتور وشرح من هاكيو، ومادة اللاب انتو عارفين عملت أنا فيديو لحاله إلها ومادة لحالها إلها، بس هون في شرح بسيط عن الأشياء اللي هم دخل باللاب. هلا أول إشي أجزاء الجوت بدكم تحفظوها، كتير مش مهم أجزاء البقرة فحتستفيدوا، فانتوا حاولوا احفظوا اجزاء البقرة اول بعدين تعالوا هون عشان ما تنعجقوا. في اختلاف صراحة بس بدكم تتعبوا شوي، الله بعينكم. هلا الجوتس اول اشي بدكم تعرفوهم انهم كوايت ديليكت. ايش يعني ديليكت؟ يعني انهم رقاق، اوكي، انه ما بزبط تتعامل معهم دفاشة. ليه؟ لانه عظامهم سمول ايزلي بروكن، انهم صغار وكثير سهل كسرهم، فلازم نتعامل معهم بروبرلي بدون ما نكون رف، نكون دلكت كمان معاهم. تمام، هلا عندنا شيء اسمه سنت جلاندز. هلا كلمة جلاند لحالها معناها غدة، سنت اللي هي الرائحة، سنت جلاندز اللي هم غدد تفرز زي كأنه رائحة. هلا بنحكي عنها بالتفاصيل، في سلايد كاملة عنها. هلا بس اشي عندكم تعرفون بشكل مبدئي قبل ما نحكي عنهم. هلا اول اشي حكينا انه ايش ان ان كاستريتد ميلز هم اللي بيكون عندهم السنت جلاندز وما بيكونوا اكتف بالكاستريتد ميلز، يعني بيكونوا موجودين بس ان اكتف بالكاستريتد، وعاده بيكون اكتف بالان كاستريتد ميلز وبالفيميلز. هلا بفرجيكم كيف. تاني ايش كم تعرفوا انهم مين اللي بتحكم فيهم؟ اندروجينز. ايش هم الاندروجينز؟ الاندروجينز هم هرمونات ذكريه، والاندروجين الرئيسي اللي بتحكم بالسنت جلاندز اللي هم التستوستيرون. تمام، هلا بدك تعرف كمان انه الميل الماتشور الذكر الناضج الجوت عاده ايش بيعمل؟ بيعمل عمليه يورينيشن اللي هي التبول على اللكس تبعونه والنك والبودي. ليه؟ هي عباره عن عاده بتصير عند فتره التزاوج او بريدنج بيهيفير. بدك تحفظ انه هاي العملية كتير important للبريدنج بيهيفير. تمام، هلا كمان معلومة بدك تتذكرها، قبل بسلايدات الهورسز كنا بنحكي عن الانفستيجيتيف بيهيفير اللي هو البيهيفير الفضولي، انه الحيوانات بيكون عندهم فضول وبيعملوا انفستيجيتنج، وكنا قاعدين حتى وقتها صنفنا الجوتس والشيب. بدك تتذكر بس المعلومة المهمة هون انه ايش؟ انه الجوتس عندهم انفستيجيتيف بيهيفير اكثر من الشيب. هلا السنت جلاندز بدنا نعرف انهم ايش. اول اشي اكسوكراين جلاندز. ايش يعني اكسوكراين؟ يعني انهم غدد خارجية الافراز. يعني احنا عندنا بجسمنا عندنا غدد داخلية وخارجية الافراز. الداخلية يعني بتفرز المواد جوا جسمنا، خارجية خارج الجسم. تمام، طب ايش اللي بتفرزه؟ بتفرز فيرمونز وسمي كيميكال كومباوندز اللي هم فيرمونات ومركبات شبه كيميائية. تمام، هلا هدول الفيرمونز والسمي كيميكال كومباوندز عباره عن انديكيتر او مؤشر لايش؟ لمعلومات معينه زي الستيتس اللي هي مرتبه الحيوان، والسكشوال باور اللي هي القوه الجنسيه للجوت. تمام، هلا قلنا مين اللي بيكون اندر كنترول من مين؟ من الاندروجينز. مين بتحكم فيهم؟ اندروجينز، وخصوصا مين؟ تستوستيرون، وبكونوا ان اكتف بالكاستريتد ميل وموجودين بالميل والفيميل، وهي معلومة كثير مهمة وهلا حنركز عليها بالنوت اللي تحت. هلا سابع شيء بدكم تعرفوا انه سنت جلاندز بكون عادة وين بنلاقيهم؟ شايفين وين قرون الجوت؟ بالبيس او القاعدة تبعته هناك بتكون. وعادة اذا بدنا نشيلهم من الجوت ايش بنعمل؟ خلال عملية الدي هورنينج بنتأكد انه شلنا تقريبا 13 مليمتر من السكن اللي حوالين الهورن، بنكون هيك بهاي الطريقة عملنا ريموفينج للجلاندز. تمام، تاسع اشي انه في ميلز اكيد يعني حيفضلوا اللي عندهم هاي السنت عن الميلز اللي ما عندهم هاي السنت، ف they will prefer scented males over the descented males. وبتكون تعرفوا انه الجوتس والكاملز متطولين اكتر من هاي الناحية، انه كيف يعني؟ انه الميلز والفيميلز التنين بيفرزوا سنت، بيفرزوا الفيرمونز من السنت جلاندز. هلا بدكم تعرفوا وزألكم ايش الحيوانات اللي عندهم الذكور والاناث كلاهما بنتجوا او they secrete pheromones؟ بتحكوا لهم goats و camels. اذا حكى لكم بس الفيميلز الاناث فيهم بتحكي لهم sheep cows and horses. اذا قال لكم بس males بتحكي لهم pigs، وهي اصلا معلومة تبعت البيجز حكيناها باول chapter تقريبا، انه male of pigs only can secrete pheromones. هلا goat terms في مصطلحات معينة لازم تحفظوها. اول اشي عنا ايش؟ البلي. البلي والبوك بدي اركز على بدي اشرحهم مع بعض اول شيء، لانه البلي والبوك اثنين معناهم ذكر الميل، ميل جوت ميل جوت. ايش الفرق بيناتهم؟
انه مال البلي انه بكون عادة نستخدم هاي الكلمة عشان نوصف ايش هلا صح male goat بس بكون older و non weather. older انه بعمر اكبر والنون وذر الوذر اللي هو ايش اللي بكونوا هم صار لهم كاستريشن. فبشرط عشان احكي انه هذا الماعز اسمه بلي لازم اقول اشي يكون older adult male goat ويكون نون وذر يعني ما يكون صار له كاستريشن. هلا البوك اللي هو ميل جوت بشكل عام مو محدد انه زي البلي تمام. هلا بدكم تعرفوا كمان انه البوك انه سوري انه الجوت بشكل عام عدد كروموسوماته 60 والشيب عدد كروموسوماتهم 64. نرجع للموضوع. هلا الدو بشكل عام لو قالوا لك بس دو غطوا على كلمه برود وبس دو ايش معناها؟ هل هي فيميل جوت وبنستخدمها عاده للريبرودكشن. اما اذا حكيت لكم برود دو اللي هم ايش عشان انادي هاي الانثى انها برود ايش معناها؟ لازم يكون عندها صفات مرغوب فيها وبدنا اياها تضلها موجوده بالاجيال القادمه وبالاوف سبرينج تبعها الجاي. فمعناتها بنستخدمها هي للتزاوج. كيف يعني؟ هي هون ايش كاتبين؟ لان لازم تحفظ طبعا كل شيء بالانجليزي. اللي هي ادو كابت فور ذا بيربس اوف كونتينيوينج ا ديزايربل اللي هو مرغوب بلاد لاين اند جينيتكس يعني جينات او صفات يعني مرغوب فيها بالاوف سبرينج تبعها تمام. هلا البوكلينج اللي هو ايش؟ بيبي جوت بس ميل. الكيد بيبي جوت سواء في ميل او ميل. الكيدينج كيف كنا نحكي وقت الكاو في بتعمل كافينج اللي هي عمليه الولاده للكاو. الكيدينج عمليه الولاده للجوت. هلا اليرلينج من اسمها يير يعني ايش؟ سنه. فاول يير اولد جوت جوت عمره سنه. هلا الجوتس لما يتعرضوا لتهديد او لخطر ايش بكون الرياكشن تبعهم ردة فعلهم؟ هلا عادة ما بضل يعني ما برفسوا. فايش بيعملوا عادة؟ اول اشي فوكلايزيشن تمام. هيها انه ايش معناها؟ انه بيطلعوا صوتهم عادي صوت الماعز بصيروا بصرخوا وبصيروا بيعملوا ستامبينج للفيت تبعونهم اللي هم بضرب بصيروا بضربوا اجريهم بالارض تمام على اساس انه عشان يخوفوا الكائن اللي هم عم بقرب عليهم او اللي متهددين منه. كمان ايش لما بدي يجي بدهم يهاجموا ايش بيعملوا؟ بيستخدموا their head for butting اللي هو ايش يعني مو عندهم قرون بصيروا زي كانهم بدهم يبطحون بالقرون تبعونهم. هلا الميل جوت والميل شيب عند التنين ممكن يكون عندهم قرون بس ايش الفرق؟ الميل جوت عاده بيعمل عمليه initiation للاتاتشمنت. كيف يعني to initiate an attach؟ اللي هو هاي العملية هي في صورة هون اللي هي لما يعني يضربوا ببعض بالهورنز تبعونهم بيصيروا اصلا مرات بيعلقوا ببعض وهم قاعدين بتقاتلوا. فانتوا احفظوا هيك انه اتاتش يعني زي كانهم يعلقوا ببعض اوكي. فعند الجوتس بكون اكثر من الشيب. هلا كمان بدكم تعرفوا انه ايش البك جوت الذكر امتى بفرج عدوانية؟ اول حالة انه اذا اخرجنا الاناث مثلا من محل ما نحن كنا حاطينهم حبسينهم قدام البوكس حيصيروا شوي عدوانيين او لما يجي اذا انت وقفت بينه بين الذكر وبين الانثى كمان حيصير عنده عدوانية. هلا كيف نعملهم physical restraint؟ اول اشي عادي زي physical restraint تبع الشيب بس بدك تعرف انه ايش الجوتس ما بنقدر نعملهم setting up they can't be set up like sheep. كيف يعني set up؟ هو هاي العملية وينها هاي شوفوا كيف زي كأنه قاعدينهم زي كأنهم قاعدينه يعني زي الإنسان. هاي العملية عادة نعملها وقت الإكزامينيشن تبع الهوفز أو الشيرينج أو الفاكسينيشن تمام. هذا الإشي بزبط لمين؟ بس للشيب وليس الجوتس. وبنقدر نحطهم بشوتس اللي هم عبارة عن عادي شوت زي تبعون البقرة أوكي بس بدك تدير بالك لما تتعامل مع البوكس. ومقاسات الشوتس عادة أو البن فنسز بكون 2 متر تمام. وإذا كانوا highly excited goats إذا كانوا كتير متحمسين ممكن يقفزوا والgoats كلهم بيميلوا أنهم يقفزوا أوكي. فبدك تدير بالك. وفي عنا صنف اسمه الأنجورا goats بدك تعرف أنهم كتير sensitive للheat stress للحرارة فممكن نستخدم هذا الإشي ضدهم ونعملهم restraint من خلال الحرارة. بدك تحفظ إيش نوع الأنجورا goats. هلأ بنحكي عنهم بالتفاصيل أصلا لقدام. هلأ كمان طريقة اللي هم الديري جوتس بنقدر ايش نلبسهم نك تشين او كولر. التشين اللي هو الجنزير الكولر مش ضروري يكون جنزير ممكن يكون من يعني عاد زي تبع نلبسه للكلاب ويلبسها حوالين رقبتهم الكولر تمام. نحن بنفضل دائما نستخدم التشين الجنزير عشان الجوتس عاده بيقدروا يعضوا خلال الكولر العاديه ويقطعوها بسنانهم فعشان هيك بنفضل الجنزير.
وإذا ما عندنا جنزير بنقدر التشين اللي هو بنقدر نستخدم إيش؟ نمسكهم من قرونهم، بس هذا الإشي غير مفضل لأنه أصلا ما بيحبوه، they dislike it. هاي النقطة خلينا نخليها آخر إشي بشرح لكم إياها. اللي وراها إنه البيرد، هلأ في الماعز عادة بكون عنده زي لحية، أوكي البيرد بتقدر كمان تمسكها منه، والسمول جوتس إذا كان حجمه صغير بتقدر تمسكهم باي ون ليج، تمسكهم من إجر واحدة. تمام. هلأ هاي النقطة إنه بتقدر إذا ما عندنا كولر أو تشين بتقدر إيش تعمل؟ تمسك إيديك، إيد الشمال على الجهة الشمال، إيد اليمين على الجهة اليمين، of the lower jaw beneath the ears. كيف يعني؟ هاي صورة مثلا ماعز، بتحط إيد هون وإيد على الجهة التانية مقابلها وبتمسكه من رأسه. هلأ هاي الصورة بشكل عام طلعوا كيف ماسكها من البير تبعه، وهون هاي سمول جوت فماسكه من اللاج تبعته، وهون طلعوا هاي التشين جنزير اللي ماسكينه من الجوت عشان ما بيقدروش تتشو فيه. هلأ كمان طريقة لتعمل فيزيكال ريسترينت اللي هو الرسن اللي هو الهالتر، بتقدر تستخدمه، بس زي ما قلنا ما بنخلي يعني بتستخدمه لحظتها وترجع تحط عليه الجنزير، لأنه if left they can be chewed، بيقدروا يعضوا خلاله. وبدك تعرف انه كمان they are proficient، شاطرين كثير بالاسكيبنج، الفرار او الهروب من اي restriction ممكن تحطه فيه، يعني سواء حطيته بجيت سواء حطيته بفنس، بيقدر يقفز فوق الحيطان فوق الفنسز يعني اللي هم الاسوار، بيقدر تو انلاتش جيتس يفتح البواب اللي بتحبسهم منه، فهم كثير اذكياء، ف they can become proficient. وتاني اشي بدك تعرفه انه الجوتس كمان بيقدروا to be accustomed، accustomed معناه يتعود ل being snapped to a post or wall ring، انه بتعودوا لانهم ينربطوا ب post اللي هو البوست زي عمود صغير بتربطهم في خلال يعني بتربطهم فيه عشان تحلبه او تعمل له hoof trimming او examination. عادي كيف كنا نحكي انه البقر بتعودوا بوقت معين مثلا ينحلبوا، نفس الاشي الجوتس they can be accustomed. وكمان ايش ممكن تعرفوا ان عملية الميلكينج عادة وين بنعملها؟ بنحطهم على سمول بلاتفورم، والراس تبعهم بنحطه بستانشن بنقفله عشان ما يعني ما يأذينا بالقرون تبعونه، كيف زي هاي الصورة طلعوا كيف محاصر راسه من الستانشن. وكمان معلومة بدك تعرفها، هاي صورة الحلابة. تمام. هلا الماعز بدك تعرف كمان انهم ايش حيوانات مهمة بأي منطقة، خصوصا التروبيك والسب تروبيكس اريا اللي هم المناطق الحارة وشبه الحارة. هلا الجوتس ار ruminants اللي هم ايش قلنا، they have complex stomachs، مشترات، وفي كتير similarity between them and cows. تمام. في كتير اشياء شبيهة بينهم وبين الكاوز، من خلال اصلا وقت التيث، بتتذكروا وقت اللاب لما شرحت بالاجزاء زي ما قرأتوا هلا بتكون مفروض درستوهم اول سلايد، بالفيد بالبرودكشن، في كتير يعني similarity between them and cows. هلا some produce large quantity of milk، بتعرفوا انه في منهم بنتج كميه كبيره من الحليب مقارنه بالسايز تبعه السمول، يعني حتى لو حجمه قليل هذا لا يدل على كميه ال quantity of milk اللي حيعمله، ممكن يكون large quantity، وعاده بيكون up to 4 كيلوغرام باليوم كل 250 يوم. تمام. وعاده لايش بنربيهم؟ هاي هلا هاي هون حنحكيها كمان مره، اللي هم عشان meat production اللحوم، او الحليب ميلك برودكشن اللي هو من خلاله بنعمل زبده باتر وتشيز جبنه، وفايبر برودكشن اللي هو اللي بنستخدمه للملابس اللي هم الموهر. الموهر عباره عن شعر اصطناعي بيشبه شعر الانسان، بنستخدمه عاده للباروكه عشان نعمل باروكه او للالعاب او هلا بتشوفوا لقدام، اسمه موهر. الفليس كمان نوع من انواع الفايبر، جوت وول الصوف، وكشمير الكشمير. هلا classification of goat breeds بدكم تعرفوا ايش؟ انه هلا انا هون مش قاعده بعدد، بعطيكم امثله على البريدز تبعون الجوتس. هدول التصانيف اذا بدي اصنف الجوتس بصنفهم خمس اشياء، وهدول الخمسه بس ممكن اصنف رقم ثلاثه الديري جوتس، بعطيكم امثله على الديري جوتس بس كاصناف هم خمسه. تمام. اول صنف انجورا. انجورا هو عاده اللي بنعمل منه الموهير، اللي هو الشعر الاصطناعي قلنا. ثاني اشي الكشمير جوتس. ثالث اشي الديري جوتس، ممكن اصنفهم من هم ديري جوتس اللي هم ايش بيعملوا production of milk. ميت جوتس اللي هم عادة بيكونوا سبانيش اسبانيين، بنعمل هي for the production of meat. والبيجمي جوتس، البيجمي جوتس عادة بنستخدمهم للتجارب العلمية experiments. هلا جوتس ميلك بتم تعرفوا انه اذا حلبتوا الحليب تبع الماعز هتلاقوا انه لونه ابيض، مقارنة ببعض أنواع البريدز تبعون الكاوز هتلاقوا إنه الملك تبعهم لونه أصفر. ليه؟ إذا قلكم عللوا هيك، هذا إشي مهم.
ليه؟ عشان هلا بتعرفوا في عنا صبغة الكاروتين، كيف تقدروا تحفظوها؟ هلا كاروت اللي هي ايش؟ اللي هي الجزرة، تمام؟ فانتوا حاولوا احفظوا انه لونها بكون اورنج او اصفر، كاروتينز. فهلا ايش بصير عندنا؟ في عندنا انزيم بكون بجسم الجوتس بحول الكاروتينز لفيتامين اي، هذا السبب انه بصير ايش لون الحليب وايت. اما بالكاو بليدز بكون عندنا ديفيشنسي بالانزيم، بكون عندنا بكون قليل الانزيم الموجود بجسم الكاو، فبالتالي ما راح يتحول بكميه كبيره الكاروتينز لفيتامين اي، فلونه حيضل اصفر، عشان هيك الميلك كولر تبع البقره بكون يلو. كمان ايش بدكم تعرفوا؟ انه الحليب الماعز كميه الفات فيه اقل من حليب الشيب، وهي الارقام 3.7% بالجوت، 7.5% بالشيب. وبدك تعرف كمان انه حتى الميت كمان اقل فات من الشيب. وفي كمان بدك تعرف انه بتقدر تميز بيناتهم، انه الجوت فات بكون فيه سبيشال امينو اسيدز اللي هو الكابريك اسيد، تمام؟ بدكم تحفظوهم كمان. هلا الجوتس هجناهم وصلهم دوميستيكيشن قبل الدوجز بمنطقة الميدل ايست والويسترن ايجيا، بدكم تحفظوها. وأمثلة على البريدز اللي عنا ياهم اللي هم بلاك بدوين، دماسكس، نوبيان، ألباين، وأنجورا. وفي شرح هلا هتشوفه مفصل كتير عن البريدز. بدك تعرف كمان انه الدماسكس بس سبيشيز عنا اياه محلي عشان ينتج لنا الحليب، بنتج لنا تقريبا 4 كيلو جرام باليوم. هلا هاي الفقرة اللي فوق بس كنت تعرفوا عنها انه هاي انه اشي غريب صار عنا اياه، انه صدفة، اشي حالة استثنائية، انه كان عندنا ذكر ماعز وطلع بنتج حليب، حالة استثنائية مش عارفة ليه حاطينها اصلا. وبدك تعرف كمان انه هاي الجوتس معتبرهم ايش؟ انترسكس. شو يعني انترسكس؟ معناهم انتر يعني داخلي، يعني هلا الميلز بكون عندهم عندهم تو تستكلز اللي هم ايش؟ خصيتين. بالجوتس انترسكس يعني ايش؟ يعني هدول الخصيتين بكونوا داخل الجسم ما بتشوفهم، فبكونوا ايش؟ انسايد الابدومنز، فاوند وين؟ انسايد الابدومن. هاي كمان معلومة مهمة. هلا كمان تيرمز الجوتس، هلا حابدا من هون. اول اشي الكل، ايش معنى لما تحكي انه هدول كولز؟ بكون عبارة عن الجوتس اللي ما فيهم صفات مرغوبة، بالعكس يعني بكون الصفات اللي فيهم اقل من الافرج او اقل من المتوسط اللي نحن بدنا اياه، يا اما مثلا ما بنتجوا حليب كافي، يا اما الفايبر اللي بنتجوه قليل، يعني فيه اشي غير مرغوب فيه، تمام؟ فاذا بتعمل كولينج لخروف ايش معناه؟ يعني عم بتشيل الانيمالز، يو ريموف الانيمالز اللي بكونوا بلو افرج بالبرودكشن، اوكي؟ او بكونوا اندزايربل يعني نحن ما بدنا اياهم، تمام؟ الديسبودينج كلمة تانية لدي هورنينج، نفس الشيء انه عشان تشيل الهورنز بس على الجوت. الدو قلنا فيميل يوزد فور ريبرودكشن، والدولينج اللي هي بيبي فيميل جوت. وتذكروا هون انه في عندنا الدولينج اللي هي بيبي فيميل جوت، بوكلينج بيبي ميل جوت، والكيد اللي هو بيبي جوت بشكل عام. هلا جوت ريبرودكشن بدكم تعرفوا انه ايش؟ هم سيزونلي بوليسترس، زي الشيب النوع بشكل موسمي بتزاوجوا، وعادة موسم الزواج بيكون خلال الخريف، وبخلفوا مرتين بالسنة. طريقة سهلة انكم تحفظوا انه بفصل الخريف، انه منطقيا اذا بتزوجوا بالخريف، مو قلنا هو الجستيشن بيريد، هاي الجستيشن بيريد مو فترة الحمل 5 اشهر، فبالتالي ما حيخلفوا تقريبا على الربيع، فعشان اولادهم يكون عندهم اكل لما ينولدوا فترة الربيع، التزاوج بفترة الخريف، انه سبحان الله كيف هيك، تمام؟ ايش كمان بدكم تحفظوا؟ هلا التوينينج ريت هاير ذان ذا شيب، يعني الجوت عندهم فرصه انهم يخلفوا توائم اكثر من فرص الشيب. وعاده فتره اللي بنفطموا فيها الكيدز بكونوا امتى؟ من 2 ل 3 مونثس. هلا هذا جدول مهم، فرق بين الشيب والجوتس، بس احكي لكم تعدل على هذا الجزء تبع الميلك فات، وتعدل على الجزء تبع البيهيفير كان منعكسياً، وتأكدت معتهم طلع العكس، فهذا الصح اللي هلأ انتو شايفينه قدامكم صح. الجستيشن بيريد نفسه الميلك فات أكثر بالشيب، الميت أكثر فات بالشيب من الجوتس، التوينينج ريت أكثر بالجوتس، الميلك كولر عند التنين وايت، أما عند الكاو بكون يلو، الفيرمونز عند الشيب بس فيميلز they secrete them، أما بالجوتس ميل وفيميل، والميلك كوانتيتي عند الجوتس بكون أكثر من الشيب،
والبيهيفير عند الجوتس انه بكونوا بيقدروا يقفزوا قلنا، بيقدروا يركضوا، مور اكسايتد. عمركم شفتوا؟ صعب تشوفوا، تخيلوا خروف قاعد بنط ولا قاعد بركض اقل من الجوتس، بكون تحفظوا. هلا قلنا عنا ايش فايبر بريدز اللي هم بنستخدمهم للفايبر، زي ايش؟ هم نوعين كلهم، انجورا والكشمير. تمام. هلا الكشمير بدي احكي لكم ايش الكشمير. بكون produced by مين؟ all goat breeds، جميع انواع الجوتس بنتجوا كشمير ما عدا الانجورا. تمام. فاذا اجاكم اي نوع جوت قلكم ايش نوع الفايبر اللي بنتجوهم وما كان نوعه انجورا، بتحكوا كشمير. تمام. هلا الانجورا جوت بكون تعرفوا انه ايش بنتج لنا الموهير. تمام. هلا ايش صفات مواصفات الكوت تبعه اللي هو الموهير؟ عاده بيكون فاين، ناعم، سلكي زي الحرير. تمام. وايت هير، لونه ابيض، وبكون نوعيه الشعر زي كانه كيرلي. تمام. وطوله بكون من 5 إلى 6 إنشز، وهي صوره فرجيكم هيها. تمام. هلا وين كنا؟ هون. هلا موست بريدز عاده، هلا صح نحن قلنا انه بنقدر نسمي كل البريدز الجوتس ما عدا الانجورا كشمير، بس مو كلهم هدول بكون عندهم كميه كافيه من الكشمير انه نعتبرهم فايبر جوتس، ما عدا نوع بنسميه السبانيش جوت. الاسباني بيكون عاده نحن بنسميه طبعا يا اما سبانيش يا اما كشمير، اعرفوا الاسمين هدول، بكون عندهم كميه كبيره من الكشمير بجسمهم على جسمهم، عشان هيك بنسميهم فايبر جوتس. تمام. نفس الشيء بتقوم تحفظ مواصفات الكشمير اللي على جسم على الكوت تبع الجوت، زي ما حفظتوا هناك الانجورا بكون فاين سلكي وايت هير، هون ضل فينش سبيسيفيك كريم مواصفات. تمام. وكيف بنجيبهم من الجوت؟ يا اما كومبينج اللي هو بتجيب مشط وبصيروا بمشطوا للجوت بقوه، طبعا زي كانه بتنتف بس بطريقه انسانيه اكثر، بس المشكله انه باخذ وقت كثير. لما يكون عندنا large herds ويكون عندنا كمية كبيرة من الجوتس ما بزبط تقعد تمشط لواحد واحد، بدك تعمل له shearing، بدك تحلق عشان تسيف وقت. هلا الانجورا جوتس بريد هاي صورتها قلنا، بنستخدمه للموهير وللويكس للإنتاج الباروكات، بنلاقيهم mostly بتركيا وبتكساس اليو اس اي، وبنعملهم shearing عادة مرة بالسنة او مرة كل سنتين حسب كم بدنا طول الباروكة. مثلا اذا بنيها اذا مو كتير طويلة مرة بالسنة، إذا بنيها كثير طويل مرة بالسنتين. هلا عندنا كمان إيش لإنتاج الحليب؟ بكون عند طبعا قلنا إنه كمية الفات 3 إلى 3.5%، شوفوا كم كان مكتوب لكم تحفظوا النسب. لون قلنا الحليب بيكون وايت، اللي بنتجوا حليب عادة بيكون نوعهم البريد تبعهم ألباين هيك اسمهم، والقدر تبعهم ركزوا إنه إيش 2 تيتس، مو زي الكاوز كانوا 4، بس 2. هاي الانجورا بحولك انه بنقدر نعمل من الموهير اكثر من اشي تطلعوا. هلا الديري بريدز زي مين؟ هلا حكينا الباين، السانن، التوكنبرغ، النوبيان، اللامانشا والاوبرهازلي. هلا هدول 1 2 3 4 5، هدول الستة كلهم نعتبرهم مين ديري بريدز، اللي هم لانتاج ايش؟ الحليب ومنتجات الالبان، يعني مشتقات الالبان سوري. هلا في عندنا نقطتين بدنا نحكيها مهمين كتير. وقت ما حكينا عن الكاو بريدز ركزنا على 2 بريدز، الجيرزي اذا بتتذكروا والهولستاين. الجيرزي كان اكثر بريد بالبقر بعملنا باتر فات، كان ذا هايست باتر فات كونتنت، والهولستاين كان ذا هايست فوليوم، من اكبر كميه افريج يعني اوف ميلك كان الهولستاين، واكثر كميه باتر فات جوا الميلك تبعه كان الجيرزي. نفس الاشي بس مقابلهم بالجوتس مين؟ مقابل جيرزي بالجوتس اللي هو النوبيان، مقابل هولستاين السانن. السانن بيعمل the highest volume of milk، والنوبيان بيعمل the highest butter fat content. تمام. وبدك تعرف انه اذا كان الجوت طبعا يعني دايرين بالنا عليه والبرد وكيرت فور، حينتج لنا من 4 إلى 6 لتر of milk باليوم، او بنقدر نحسبها انه 1200 لتر بالعشرة اشهر. هلا الالباين اول شيء الاوريجن تبعه كان بسويسرا منشأه، وبعدين راحوا جابوه لفرنسا وانجلترا بعدين لامريكا. تمام. هلا الالباينز يا بكون لونهم اسود وابيض يا بني وابيض زي الصوره، ممكن يكون الوان اخرى بس هذا اكثر شيء شائع. والبريد هذا بكون طلعوا كيف الانف تبعهم جاي كيرفد زي كانه منحني، والاذن تبعته هاي مهمه انه ابرايت واقفين لفوق، لانه في بريدز هلا حتشوفوهم حتكون الاذن نازله لتحت.
السانن كمان سويسري، بكونوا كبار بالحجم وكايند وفرندلي، كتير سهل التعامل معهم، مو عنيدين ولا شو اسمه اجريسيف. وهذا البريد عادة بكون لونهم ابيض، والايرز تبعونهم فرونت فيسنج يعني متجهين للامام. النوبيان هدول الموست بوبيولار بريد حكينا، وحكينا انه ايش هلا بشوي حكينا انه يقابل جيرز اللي هو هاي باتر فات كونتنت ان ذير ميلك، وبالتالي لايش بنستخدمه انتاج الجبنه عشان هيك لانه فيه كتير باتر فات كونتنت. هلا كمان بدك تعرف انه ايش هاد البريد الاثنين تبعونه بكونوا كبار ووايد، يعني هلا غير انهم غير انه البريد نفسه بكون كبير، الاذنين تبعونه بكون اول اشي طوال طولا وعريضين وايد، وبنديلس يعني ايش يعني بكون نازلين لتحت مو ابرايت لفوق تحت، ونوزهم بكون رومان. تمام هلا بتشوفوا المنظر، هيهم رومان والايرز تبعونهم طلعوا كيف نازلين لتحت وطوال ووايد. هلا عاده لونهم بكون بني زي الصوره، بس ممكن يكونوا اي لون بس عاده بني. واول اشي كان منشأهم باليونايتد كينجدم بالولايات المتحدة، من اجدادهم كانوا بريتش ونير ايست. تمام هلا الميت بريدز اللي هم بنستخدمهم للحمة تبعتهم، عادة يعني اي بريدز من الجودز بتقدر تذبحهم وتاكلهم، فعاد يعني all breeds of goats can be used for meat production. هي صورة كمان واحدة للنوبيان، ركزوا على على اذنهم طلعوا كيف نازلة تحت. هلا البيجمي جوت، كنت تعرفوا انه ايش بيجمي جوت له اسم تاني، يعني اول اشي ايش كان اسمه بعدين غيرناه لبيجمي جوت. اول اشي كان اسمه كاميرون دوارف جوت. هلا لما تحكي عن اي اشي دوارف، دوارف معناه ايش؟ مقزم يعني قزم. وكاميرون اجا، هلا بحكيكم وين اجا الاسم. ايوه ليه؟ لانه هاد البريد اوريجينيتد بمنطقة اسمها فرنش كاميرون اريا، فكاميرون جبناه من هون وصار اسمه كاميرون دوارف جوت. تمام هلا هذا الجوت ملتزم اكثر اشي بمنطقة وست افريكا اللي هي افريقيا الغربية، بس كمان في بريدز مشابهة له بنلاقيها بجميع، مش بس بالوست، بنلاقيها بنورث افريكا بساوث وست افريكا وبي ايست افريكا، جميع تقريبا بافريقيا من جميع نواحيها. تمام وعادة نستخدمهم للميت وللساينس اكسبيرمنتس اللي هم للتجارب العلمية، يعني ما بنستخدمها عادة لإنتاج الحليب، فهي they do not produce milk of any significant quantity، ما بتجو لناش كمية من الحليب إنه لدرجة إنه نربيهم بس لإنتاج الحليب. هلا البيجمي جوتس قلنا من وين كان منشأهم؟ بالفرنش كاميرون إيريا. هلا الكاميرون جوتس بكم تعرفوا إنه وين كان؟ هلا كانوا يجيبوهم من أفريقيا لحدائق الحيوان بسويدن وبجيرمني بألمانيا، وكانوا يحطوهم قدام الناس، الناس يطلعوا عليهم كانوا يعتبروهم إنه إشي إكزوتيك إنه وإشي جديد وحيوانات مبهرة يعني بالنسبة لهم، فش إله صورة. وبتكون تعرفوا كمان إنه إيش البيجمي جوتس عادة بخلوهم كحيوانات أليفة، لأنه يعني ما بعملناش قلنا حليب ولا يعني، بس بنستخدمهم ك scientific experiments و as pets أو meat يعني breeds. هلا اللوكال بريدز، البريدز المحلية إيش الـ purposes تبعونهم؟ ليه منربيهم؟ لأنه أول إشي عشان نفس الأسباب، سكن وهير ميت وملك، وعشان all purpose إنه لجميع all يعني all the above. وبتكون تعرفوا أعدادهم عنا، نص مليون ل 75% مليون goats، وعنا اللوكال بريد اللي هو البلدي. تمام حتى أدنوا طلعوا كيف تيجي، وعنا الدماسكس اللي هو الشامي اللي هو هي بنسميه أما ألابو يا أما هيلب يا أما بلدي يا أما دماسكسين يا أما شامي يا أما تشامي. والدماسكس is a breed raised in the region، وين منلاقيها؟ بسيريا وباللبنان، يعني يا أما لبنان يا أما سيريا، وعادة لإيش؟ للميلك برودكشن. وحكينا إنه أصلاً من فضله أصلاً من اللوكال بريدز اللي بنتج لنا كمية كبيرة من الحليب، وأصلاً هم نوعهم نوبيان. تمام ولونهم بكون يا أما أحمر يا أما بني، بس كمان نلاقيهم بألوان أخرى زي الجري والبايت. والأنيمالز هدول ممكن يكون يا أما عندهم هورنز يا أما بولد، وعادة بكون لونج هير زي هاي الصورة، طلعوا كيف عندهم لونج هير، وممكن يكون عندهم قرون ممكن لا. وهي ان شاء الله خير، هي خلصنا، واذا اي حد عنده اي سؤال يبعث لي وانا مستعدة دائما اساعدكم. بالتوفيق.